شبكة شام الإخبارية أيضا من سوريا إيمان الهدى. بداية مساء الخير إيمان، اليوم القوات الجوية التابعة للنظام السوري تعود للقصف بعد توقف دام لمدة 3 أسابيع، هل لك أن تضعين في آخر تطورات المشهد السوري لديك وأنت قريبة من المشهد؟ نعم، بالتحديد بداية من قصف العاصمة دمشق، قامت قوات النظام بتكثيف حملاتها العسكرية بالتحديد على عدة مناطق في شرق العاصمة، في على كل من جوبر والقابون. وخبر عاجل منذ لحظات، اشتباكات عنيفة في محيط حي القابون محاولة لاقتحامه، مع اشتباكات متواصلة على محيط حي جوبر والمتحلق الجنوبي محاولة لاقتحام هذه الأماكن. طبعا تحت قصف عنيف من هجمات الصواريخ وأداك هاون مدافع فوزديكا المتمركزة على جبل قاسيون. لوحظ مجددا منذ يومين حتى اليوم عودة النظام وقصفه واستهدافه للمناطق في قلب العاصمة دمشق والريف الدمشقي. أيضا حي برزة الدمشقي كان هناك اشتباكات من عدة محاور، كانت أعنفها من جهة ضهر المصباح، تصدرهم الجيش الحر بدهم خسائر الأعداد الأرواح. اليوم المشهد في قلب العاصمة دمشق أصوات سيارات الإسعاف وهي تحمل قتلى قوات النظام من الجبهات المشتعلة التي عادت إلى الاشتعال في عدة مناطق في دمشق وريفها. اليوم أصوات سيارات الإسعاف يملأ قلب العاصمة. أيضا لوحظ اليوم انتشار أمني كثيف في قلب العاصمة دمشق في عدة شوارع، لأن هناك أيضا عودة تكثيف الحوادث في المنطقة. أيضا القصف طال عدة مناطق في الريف الدمشقي، كل من أحياء الغوطة الشرقية دومة وحارثة وحموري ارتقاء شهيدين، أيضا الغوطة الغربية دائرية والمعظمية، مع اشتباكات في محيط هاتين المنطقتين وحصار للمناطق الجنوبية والريف الجنوبي بالتحديد. وكارثة إنسانية ينبئ عنها هذا الريف، مانع أي منظمة حقوقية من الدخول إلى هذه المنطقة. نعم. طيب إيمان، هل هناك تم إعلان حالة حظر التجوال؟ شلل في الحركة لديكم؟ هل هناك نقص في الأدوية في الأغذية؟ نعم إيمان، هل تسمعيني؟ بشكل عام وفي الكبير جدا قلب العاصمة. نعم، عاد مرة في قلب العاصمة. نعم، في المناطق المحررة هناك نقص كبير جدا بالمواد الطبية والمواد الغذائية. أما عودة حركة إلى قلب العاصمة من قبل المدنيين حتى وعودة انتشار أمني كثيف جدا في قلب العاصمة، طبعا مع تواصل حملات الدهم والاعتقالات من الحواجز وعدة مناطق. ومنذ لحظات وردنا خبر حملات اعتقالات ومداهمات في منطقة كفر سوسة. بالنسبة للأوضاع بشكل عام قلب العاصمة دمشق، عودة الحركة الطبيعية إلى قلب العاصمة وبعد التهدئة التي حدثت حول حصول الضربة الأمريكية إلى بالنسبة لسوريا. أما بالنسبة بالنسبة للنقص ووضع الإنسان، وضع إنساني جدا سيء في المناطق المحررة في الغوطة الشرقية، الغوطة الغربية، الريف الجنوبي، مناطق القابون، برزة، جوبر، مناطق مخيم اليرموك، الأحياء الجنوبية. نعم. تشهد حصار خانق ومطبق يمنع دخول المواد الغذائية، المواد الطبية. هناك نقص في الكوادر الطبية، نقص شديد جدا، وخاصة بعد الضربة الكيماوية التي طالتها الغوطة الشرقية. نعم إيمان الهدى، مراسلة شبكة شام الإخبارية، حدثتنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك.